للمزيد من المعلومات والتوضيح حول هذه القمة الخماسية التي تجمع قادة الدول دولة الإمارات العربية والبحرين والأردن والعراق من دعوة كريمة من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي لقادة الدول العربية، ينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب الصحفي الأستاذ محمد مخلوف. سيد محمد، بعد التحية، ما الجديد الذي ستناقشه هذه القمة من أجل إنهاء كافة المسائل العالقة في المنطقة العربية؟ مساء الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين، وأهلا وسهلا بالزعماء العرب في بلدهم الثاني مصر. في بداية كلامي عاوز أنتهز هذه الفرصة لتهنئة إخواتنا الأصباط شركاء الوطن بعيد السيدة العذراء مريم، وكل عام ومصر وشعبها في حب وسلام. بالنسبة لقمة العالمين، عاوز أوضح حاجة مهمة وهي نجاح الجمهورية الجديدة في إعادة مصر لدورها الريادي بالمنطقة، وذلك من خلال الاحترافية في إدارة علاقاتها الدولية. فمن المتوسط شمالا إلى السيطرة على الوضع في ليبيا غربا، نجحت الإدارة المصرية في ترويض المشكلات الخارجية التي أحاطت بمصر طوال السنوات الثمانية الأخيرة. يعني هذه القمة جاءت لتعظيم التعاون والتنسيق المصري مع الدول العربية الشقيقة لتطوير منظومة العمل العربي المشترك، وطبعا ده بما يساعد على حماية الأمن القومي العربي وتعزيز القدرات العربية على التصدي للتحديات التي تواجه المنطقة والتهديدات المتزايدة للأمن القومي الإقليمي. فالرئيس عبد الفتاح السيسي يشدد دائما على التزام مصر بموقفها الثابت اتجاه أمن الخليج ورفض أي ممارسات تسعى إلى زعزعة استقراره. يعني أرى أن هذه القمة توقيتها متميز ومهمة جدا، لأنها تناقش أهم ثلاثة ملفات. سيد محمد، يعني هذه الأمنية في نفس الوقت، هذه هي الملفات الثابتة على طاولة المفاوضات لهذه القمة، لكن ملف الطاقة والغذاء بيفرض نفسه بعد ما يعني يشهده العالم، سواء في موجات جفاف مختلفة طبقا للتغير المناخي والذي فرض نفسه على الأجندة الدولية. ما الذي يمكن وما هو يعني ما ستناقشه هذه القمة بخلاف ملف الطاقة وملف الغذاء؟ يعني قمة العالمين من وجهة نظري تأتي في إطار الارتقاء بمستوى الشراكة الاستراتيجية بين البلدان الخمسة، وطبعا ده بعد يمكن الحاجات أو الملفات الأخرى اللي يتم مناقشتها، أن بعد أن أسست مصر والأردن والعراق آلية الشراكة الصناعية التكاملية للتنمية الاقتصادية المستدامة، لتنضم بعد ذلك الإمارات والبحرين لهذا المنتدى العربي المهم الذي يسعى إلى توطين الصناعات وتحقيق التكامل الاقتصادي وتعزيز الاستثمارات بين الدول المرشحة لإطلاق أفق جديد للعمل العربي المشترك، ولتشكل نقطة جذب لباقي أقطارنا العربية. يعني دي يمكن الملفات الإضافية اللي هيتم إن شاء الله مناقشتها. طبعا في رأيي بالنسبة للتوقيت، لو اتكلمنا عنه توقيت مهم جدا، ده بعد طبعا أن أدت التطورات الإقليمية والدولية إلى المزيد من الضغط على العديد من الملفات، خاصة المتعلقة زي ما حضرتك ذكرت بأمن الطاقة والغذاء. وطبعا هيتم التطرق بشكل مؤكد إلى ملف أمن المياه، طبعا بالإضافة إلى ضرورة تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري. طبعا هيتم التباحث يعني بشأن التطورات الدولية والإقليمية، ويمكن على رأسها الأوضاع في اليمن وليبيا وفلسطين الشقيقة وسوريا وأوكرانيا. طبعا كل ده بجانب ملف سد النهضة، أكيد هيكون ليه دور ومكان كبير على طاولة المناقشات. طبعا ده الحاجات، الملفات دي ملفات حيوية وهامة جدا، وتتطلب جلوس القادة والزعماء والرؤساء بأنفسهم على المائدة للتباحث. طيب سيد محمد، الخماسية تفتح نافذة جديدة للعمل العربي المشترك لمواجهة كل التحديات والتصدي لأي محاولات من قوى إقليمية للتدخل في الشأن الخليجي والعربي. في الجمهورية الجديدة سيد محمد، تم اختيار مدينة العالمين لتكون هي الحاضنة لهذا المؤتمر وهذه القمة الخماسية، لماذا مدينة العالمين بالتحديد بعد أن أظهرت وظهرت للعالم بهذه الصورة المشرفة في الجمهورية الجديدة؟ سؤال مهم جدا وأحيي حضرتك عليه. طبعا هنا أود أن أوجه الشكر لقيادتنا السياسية المخلصة على اختيار مدينة العالمين الجديدة لتكون مكان انعقاد هذه القمة الهامة. يعني أفتخر وأتشرف بأنني أحد أبناء دولة 30 يونيو التي تعلمت فيها أن ننسب الفضل لأصحابه. ففي رأيي الرئيس عبد الفتاح السيسي هو مكتشف هذه البقعة التي أرى أنها تستحق لقب مدينة الأحلام نظرا لجمالها وموقعها الاستراتيجي. فنتيجة إدراك قيادتنا السياسية لأهمية تلك البقعة الاستراتيجية من الأرض المصرية باعتبارها البوابة الغربية للحدود مع الشقيقة ليبيا،
وما تمثلهم من موقع استراتيجي على ساحل البحر المتوسط وعمق الصحراء الغربية بما تحمله من ثروات، قامت القيادة السياسية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة وكلفت القوات المسلحة بالمضي قدما في إزالة الألغام الأرضية وجعل هذه المدينة مدينة الأحلام. يعني عايز أقول لحضرتك تعتبر المدينة بداية عصر جديد من المدن الذكية الحديثة القائمة على أرفع الأسس التكنولوجية المتطورة، وطبعا بتدار معظم الخدمات فيها بشكل رقمي حديث. كمان المدينة مبنية على رؤية متقدمة تتيح لسكانها حياة متكاملة معيشية ومهنية وترفيهية وغيرها. نتكلم عن حضرتك على مساحة تبلغ أكثر من 49 ألف فدان تقريبا، فهي دي مساحة كبيرة. يعني المدينة بتستهدف نحو 2 مليون نسمة من السكان، وطبعا فمهم جدا إلقاء يعني نستطيع القول بأنها مدينة جاذبة لكل فئات الشعب المصري والشعب العربي أيضا، وتحاكي المدن الذكية على مستوى العالم. لو عدنا سيد محمد مخلوف الكاتب الصحفي إلى العلاقات وخصوصية العلاقات ما بين الدولة المصرية دولة 30 يونيو وبعض الدول العربية، لكن أركز وأتحدث عن علاقة الدولة المصرية بالإمارات العربية الشقيقة المتحدة والتبادل وتنسيق الرؤى تجاه القضايا العربية والإقليمية، كيف ترى هذه العلاقات الدولية ما بين مصر والإمارات العربية والمضي قدما نحو تحقيق الأهداف المنشودة للوطن العربي؟ يعني عايز أقول لحضرتك مصر على علاقة قوية بدولة الإمارات الشقيقة وبمعظم دول مجلس التعاون الخليجي، في علاقات قوية وترابط، وهذه العلاقات بين مصر والإمارات أخذت منحنى أكثر تقاربا بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم مصر عام 2014، وزادت هذه العلاقة وقوتها بعد ثورة 30 يونيو. ما يدل على قوة ومتانة هذه العلاقة والأخوة الكبيرة بين القيادة المصرية وقيادة دولة الإمارات الشقيقة هو أن تكون الجولة الأولى لرئيس الإمارات سمو الشيخ محمد بن زايد إلى مصر في مدينة العلمين الجديدة، زيارتها اليوم ليحل ضيفا عزيزا على مصر، فذلك يؤكد قوة ومتانة العلاقات مع الإمارات وليس مع دولة الإمارات فقط، ولكن علاقة مصر مع كل دول مجلس التعاون الخليجي قوية ونموذجية. شكرا جزيلا كل الشكر والتقدير الكاتب الصحفي الأستاذ محمد مخلوف، شكرا جزيلا لك.